كتوانسه وكنا نفرحوا كتصب لنا المطر تو، ويلزمنا كلكم حتى انتم الاعلاميين تفرحوا وقت تجي المطر، وما يسالش كتهز لنا شويه كياس احنا ليها ونصلح ونبني قناطر جدد مش مشكل. المهم ها تعطينا شويه ماء، والحمد لله جانا الماء جاء ربي ما نعيطوش عليه. كنا تواس احنا وزاره التجهيز اصلا نكرهوا المطر نكرهوه، ولكن هالثلاث سنين الاخرانيه ولينا احنا من اكبر الناس نحبوا المطر. خليت تهلك الكيسات نتاعنا مش مشكل، نصلحوه عنا الفلوس والحمد لله لاباس نصلحوه. المهم كون يجينا شويه ما.